اظن كلكم بتعرفوا شعار هذا المطعم، المطعم اللي حاليا احنا كلنا بنحاول انه نبعد عنه ونخسره اكبر خسائر ممكن، اللي بنقاطع اي شيء له علاقه فيه واي منتج ممكن يكون له دخل فيه. وطبعا كلكم عارفين الموقف الوسخ اللي عمله هذا المطعم بمساندة الكيان الصهيوني وكل المواقف الوسخه اللي كان واقف فيها معاه في ظل الحرب اللي احنا قاعدين بنعيش فيها حاليا. فعليا هذا الموضوع قاعد بنجح، في خسائر كثير كبيره بتصير على هذا المطعم. الله العظيم فاضي، المكان خالي فاضي. أنا الآن اعترفت ماكدونالدز أنه هالشيء أثر على مبيعاتها بشكل كبير وخسرت تقريبا 9 مليارات دولار. فالموضوع ناجح وشكرا لكل واحد فيكم بقاطع هاي المنتجات الوسخة. ولكن لو حكت لكم أنه في يوتيوبرز عرب مشهورين ريلي كيوت هيك عملوا فيديو 21 دقيقة إعلان لهذا المطعم. نعم يا جماعة، نعم، عائلة أنس وأصالة اللي كلكم تعرفوهم، العائلة الكيوت اللي بعمرهم نزلوا عن غزة وعمروا أنكروا اللي بصير وما حكوا أي كلمة عن الإشي اللي بصير بغزة. الموضوع هذا اللي صار مستمر 7 أشهر ما حكوا أي كلمة، حاليا قرروا يحكوا كلمة إنهم ينزلوا فيديو كامل عن ماكدونالدز، يعمل إعلان كامل لماكدونالدز. اليوم رح نحكي كلام يعني للي بحب أنس وأصالة بصراحة أنت رح تكرههم بعد هذا الفيديو. أورجيكم تهجم الناس الكبير عليهم وشو ردهم الرائع عن هذا الموضوع. هم ردوا رد، هم ردوا رد مقنع، مقنع جدا، بس لما تشوفوه رح تعملوا لهم بلوك، فعليا رح تعملوا لهم بلوك كل مكان. فكيف حالكم يا جماعه؟ شو اخباركم؟ والله انه زمان عنكم وزمان عني، يعني مش كثير طولت، يعني هني شوي بنزل فيديوهات شوي. قبل ما نبلش هذا الفيديو حطوا لايك على هذا الفيديو واصبع ازرق، يعني ما بعرفش اذا هو مكسور واليوم عليه 20 كيلو، فحطوا لايك وكومنت واحكوا لي سلامتك بس هيك. طيب يا جماعه، هذا الموضوع ما حدا حكى عنه، هذا الموضوع صار له 6 أيام تقريبا وما حدا حكى عنه، لانه أنس وأصالة تقريبا يعني من مشاهير السوشيال ميديا الكبار اللي الناس بخافوا يحكوا عنهم وبيحاولوا انه يكسبوا رضاهم، لكن يعني الغلط لازم يبين، الغلط غلط ولازم ينحكى عنه. في كثير مشاهير بالسوشيال ميديا اليوم راح احكي عنهم، كلهم ما حكوا اي كلمه عن غزه او عن اي شيء بصير، وفي حاليا حمله بلوكات بتصير ضدهم. راح احكي لكم عن كل مشاهير السوشيال الميديا، ولكن خلينا نبلش بأنس وأصالة. وإذا ما بتعرف مين هم أنس وأصالة، هم يوتيوبرز عرب حاليا معتزلين، يعني صار لهم أكثر من سنة تركوا اليوتيوب العربي، آخر فيديو نزلوه قبل سنة على قناتهم العربية. هم عبارة عن عيلة كيوت بنزلوا فيديوهات كيوت أولادهم وفلوجات هيك، يعني عيلة كيوت. مرحبا، كيفكم؟ عيلة أنس وأصالة إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم مثل ما شايفين، أظن إنه كلكم تعرفوا وكلكم شفتوه قبل هيك، لأنه كانوا هم من أكبر اليوتيوبرز العرب اللي انشهروا في بدايات اليوتيوب، واليوتيوب العربي هو كان بدايتهم واساسهم، هو الاشي اللي اسس طريقهم انهم يروحوا على اليوتيوب الاجنبي. حاليا هم ما بينزلوا اي شيء على اليوتيوب العربي، تركوا اليوتيوب العربي بشكل كامل تماما بسبب انه الفلوس. نعم، هم حكوا في يوم من الايام انه احنا رح نترك اليوتيوب العربي لانه الوضع مش مجدي انه احنا نعمل فيديوهات عربيه، اليوتيوب الاجنبي بيعطينا فلوس اكثر بكثير. بعدتوا على القناه العربيه مشان الفلوس؟ واو، القناة العربية بتعمل، القناة الأجنبية بتعمل أكثر فلوس من القناة العربية، هذا الكلام صحيح. فتركوا جمهورهم الأصلي الأساسي اللي بلشوا عنده وراحوا على اليوتيوب الأجنبي. أوكي، تركوا جمهورهم الأصلي عشان الفلوس، يعني خلص هم حرين، يعني صراحة أي حدا ممكن يروح على مصلحته فعلياً، إذا في له مصلحة في مكان معين ويقدر يكمل فيها ممكن يروح ويكمل فيها، وإذا كان هذا الموضوع ما بضر أي حدا أو ما بضر أي موقف موجود حالياً، أوكي خلص أنتم حرين، يعني خليتوا عن أصلكم اليوتيوب العربي، أنتم حرين. كان في انتقاد كبير وقتها عليهم، ولكن يعني خلص الناس شو المياه خلاص اوكي روح على اليوتيوب الاجنبي، ولكن لسه مشهورين عند اليوتيوب العربي بنشوفهم بالانستغرام باليوتيوب بالتيك توك بكل مكان. فزي ما حكيت لكم أنس وأصالة حاليا كثير نشطين على اليوتيوب الاجنبي، وقبل كم يوم نزلوا فيديو على اليوتيوب الاجنبي بهذا العنوان: I built a fake McDonald's that only serves healthy food. عملنا ماكدونالدز مزيف بس بيعمل طلبات اكل صحي. الموضوع مش اعلان، لا مش اعلان ابدا ابدا. خلينا شوي هلا بس نتفرج شوي لقطات صغيره من الفيديو بعدين رح نكمل. واتس اب يا زالا فاميلي، today is a devious day. They're gonna think you're crazy. They're gonna think I'm crazy. Today we're gonna be building a fake McDonald's to trick my kids into thinking that it's the real McDonald's. But it's actually my food. زي ما حكيت لكم هي فكرة الفيديو، انه راح يعملوا اكل ويحطوه على اساس انه اكل ماكدونالدز، يعني هم مش لاقيين الا ماكدونالدز يعملوا عنه فيديو. هو الفيديو مش اعلان، لا لا لا، ولانه اولادهم بحبوا هذا المطعم فراح يروحوا ويعملوا اكل فيك يحطوه بالمطعم عشان يفكروا اولادهم انه هذا الاكل اكل ماك، يعني
برافو برافو، انا مش عارف ازقف من اصبعي. برافو، لا برافو، فكره فيديو اسطوريه، وانا متاكد انه هذا مش اعلان، اكيد مليون بالمية هذا مش اعلان، هم بس عشان اولادهم بيحبوا هذا المقطع. فيديو يعني بشكل مش طبيعي بيعلنوا لماك، مش طبيعي. شوف This is for the bait. This is for the main restaurant. There's a menu. واو ماك والمنيو. اوف والله عيب، والله والله جد 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 عيب عليكم، عيب. اوكي انتم بتعملوا هذا الفيديو عشان الفلوس، عشان يعني انتم مر وعشان هاي رزقتكم، بس برضو يعني في موقف لازم توقفوا فيه مع اهلكم في فلسطين. مش اي شيء بيجي عليه فلوس فعليا بتقدروا تعملوه، مش اي شيء، خصوصا انه انتم وجه لكثير من الاطفال وكثير من الناس العرب وحتى الغرب، يعني الغرب اهم العرب حاليا، انه توصلوا فكره للغرب. الاشي اللي قاعد بصير حاليا بالبلاد العربيه حاليا عندنا لازم توصلوه اهم من الناس اللي عندنا حاليا، الناس اللي عندنا عارفين كل شيء، ولكن انتم اكبر صوت ممكن يوصل للناس الغربيين. شو بتعملوه؟ تدعموا الماك بس بكل بساطة. وغير هيك انه الموضوع صار له 7 أشهر مستمر وما حكوا ولا كلمة عن الموضوع، ولا نزلوا حتى ستوري، ولا نزلوا حتى نص ستوري عن اللي بصير، ولا اشي، ولا اي اشي. نسيوا كل المواقف اللي عمل هذا المطعم، كل اشي عملوا هذا المطعم نسيوه عشان الفلوس. زي ما باعوا متابعينهم العرب بالبداية عشان الفلوس، لما راحوا من المتابعين العرب للأجانب عشان الفلوس، حاليا باعوا مبدأهم العربي عشان الفلوس. ما حسن في ناس قاعدة بتتدمر حياتها من وراء هذا الموضوع وانتم مبسوطين و... فالأستاذ أنس والأستاذ أصالة ردوا على هذا الموضوع برد صغير. بعتوا فلسطين عشان فلوس إعلان. جاش أصالة وأنس وغيرهم شايفين إنه ما في مشكلة يعلنوا، بيقولوا ماكدونالدز مشهور أصلاً، ما وقفت عليهم عشان يقاطعوا. أصالة كمان لمحت بالرد من سنابها. يتنام كلها خير. حتى لما انتشر هذا الموضوع على الانستغرام، كان في مراسل ومصور صحفي بغزة من أهل غزة شاف هذا الموضوع وكتب هذا الكومنت: من غزة ندعوكم لرفع المتابعة عنهم وعن كل شخص ما وقف معهم. واللي أنا شايف إنه كلامه صحيح، فعليا أنتوا لازم ما توقفوا معهم وتلغوا المتابعة وتعملوا لهم بلوك. هذا الشيء اللي راح أحكيه هلأ، إنه في موقف موقفين فيه مع بعض ضد المشاهير اللي بالسوشيال ميديا اللي ما بتحكي ولا كلمة عن الموضوع. صار في لستات بكل هدول المشاهير اللي هلأ راح أورجيكم صورهم في حملة بلوكات ضد أي واحد من هدول المشاهير ما حكى ولا كلمة على موضوع فلسطين. حاليا الناس بتعملهم بلوك، وأولهم أنس وأصالة. أول شيء أنس وأصالة، بعدين هدول الناس. وهي الحملة برضو مش بس عند العرب، الحملة عند العرب وعند الأجانب وعند كل العالم، كل العالم مشارك فيها. أي مشهور ما بيحكي عن فلسطين بلوك على كل مواقع التواصل، لأنه أنت إنسان بتقدر توصل صوتك وبتقدر توقف مع أهلك في فلسطين. إيش بتعمل؟ إيش بتعمل؟ إعلان لماك. هلا فعليا أي واحد من هدول المشاهير بيجي إعلان من ماك راح يجي يعمل إعلان لماك، أنا متأكد مليون بالمية راح يعملهم إعلان، إلا من رحم ربي طبعا، بس يعني أغلبهم راح يحكي آه، لأنه حاليا هم شايفين إنه الفلوس والشهر رقم واحد، بعدين أي شيء ثاني رقم اثنين. صارت حملة وصارت صفحات على الانستغرام تنشر إنه لازم نعمل بلوكات لهدول الناس، فهم خايفين من هذا الموضوع وخايفين كثير من هذا الموضوع، وأنا شايف إنه أغلبهم فعليا آه بيستاهلوا إن يعملهم بلوك. واللي أنا راح أحكي لكم إياه باللسان الصريح، اعملوا بلوك لأنس وأصالة، بعد هذا الفيديو اعملوا لهم بلوك لحد ما يطلعوا يعتذروا، يحكوا عن الموضوع، يلغوا الفيديو، ممكن نرجع ونرجع الموضوع، ولكن هم متخلين عنكم أنتوا العرب، يعني أنتوا ليش واقفين معهم؟ بس يا جماعة هذا الفيديو كان تاع اليوم، إن شاء الله يكون عجبكم، بيت أحكي عن هذا الموضوع، حطوا لايك على هذا الفيديو وأنا إن شاء الله راح أشوفكم بالفيديو الجاي، سلام.